مرفوض رفض بات التهاون في حقوق نادي الزمالك مش كهربا بس ايا كان من كان هو مرفوض التهاون في حقوق نادي الزمالك. فنادي الزمالك يعني انا بس يعني استاذن استكمالا لنفس الملف ما انكم متفقين عليه يعني هو نادي الزمالك في كل عثراته لم يتاثر ماديا يعني ما احناش الغرامه دي اللي احنا هناخدها بس لازم ناخدها بحق نادي الزمالك. ده حق نادي الزمالك غير قابل للمناقشه. بس انت متاثر ماديا؟ لا مش متاثر ماديا. انت النهارده عندك الاستقرار في نادي الزمالك هيحصل بمجلس اداره منتخب محترم لمده 4 سنوات بناء عليه هتبتدي تتفاوض مع الجهات السياديه في الدوله، واظن ان التوجه الدوله ان هي هتدي مساحه لنادي الزمالك لاسترداد عفيته. فبناء عليه البلوك الكبير بتاع الماديات انت النهارده هتقدر تقسطه. الجزئيه المهمه بتاعه اللعيبه، يمكن انا بتفق مع شريف في حته ان هي الفزاعه الماليه هي الحق خد فلوس كهرباء الحق خد. لا 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 الموضوع ايه الطريقه اللي الدوله ممكن تخدم بيها الزمالك او تساعد الزمالك على استرداد عفيفه؟ رقم واحد ان الجهات السياديه والاتحادات الرياضيه يتم جدوله المديونيات السابقه على يعني ممكن ابقى طماع ان هي تبقى على خلال ال4 سنوات بتوع المجلس ويحاسب المجلس ان هو لازم يسدد هذا الرقم ويتم البدء من الصفر زي ما بيقولوا ان الموسم الجديد او كل ما هو جديد يتم دفعه بالاضافه الى المتاخرات. ده هيساعد نادي الزمالك في الاسترداد عفيته الماليه جدا. ودوت يعني انا اسف هقولها بلفظ حلو قوي يعني هو حق نادي الزمالك على الدوله ان يمثل اكثر من 50% من الشعب المصري. اكثر من 50% وجهه نظري يعني اللي انا شايفه من دي حاجات لا تحتمل وجهات نظر يعني الا لو كانت باحصائيات. دي يا وقائع يا ما فيش وقائع. في عندك في مصر احصائيات؟ لا. فبالتالي وجهه نظر. انا كزملكاوي انا كزملكاوي بقابل زملكاويه في كل الشارع في كل المؤسسات. لما عملت دراسه كده؟ لا مش دراسه. لما بدخل مؤسسه ببص من اول رئيس مجلس الاداره واللي هم القامات الكبيره جدا في مصر كلهم زملكاويه. ابص الاقي ان محافظات زي السويس والاسماعيليه وبورسعيد كلها زملكاويه واسوان كلها زملكاويه. فده عدد يعني بيدخلك في رقم. فبترى انه اكتر من 50% فيستحق يعني الدعم من الدوله 50% 40%. تمام. الحته اللي انت عايز نوصلها عشان خاطر شريف. لا لا عشان خاطر شريف 100% زمالك. لا عشان خاطر شريف 100% زمالك. هو هي مصر حبيبك. طبعا اهلاويه وزملكاويه بكثافه كبيره، هي زي ما بنقول نسيج الكوره يعني الى جانب انتماءات نسيج الرياضه طبعا الى جانب انتماءات اخرى جماهيريه كبيره وبتحب بما يمثل كمان يعني حبها بيساوي حب الملايين من الانتماءات الاخرى.